ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تعاني ساكنة جماعة ابن طيب التابعة لإقليم دريوش من غياب طبيب بالمركز الصحي بالمنطقة لما يزيد عن سنتين، واحتجت الساكنة على استمرار الوضع بطريقة فريدة بعدما خلدوا الذكرى السنوية الثانية لهذا الغياب منذ مغادرة الطبيبة السابقة وعدم تعويض مكانها. ونصب المحتجون أمام المركز الصحي منصة عليها لافتة مكتوب عليها: المركز الصحي ابن طيب يخلد الذكرى السنوية الثانية بدون طبيب، تحت شعار خلي الساكنة تموت. كما قام المحتجون بتقطيع الحلوى على طريقة تخليد أعياد الميلاد تعبيرا عن استيائهم من عدم تعيين طبيب بالمركز الصحي الوحيد بالجماعة منذ سنتين. هذا ماشي احتجاج، انا كنشرب ماء وعصير.